ينضم معنا من عمان الأستاذ هلال الدلامي الكاتب والباحث السياسي. دكتور هلال، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ إلغاء عبد المهدي قرارات سلفه العبادي في نهاية فترته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولقناة الرافدين ولمشاهدي قناة الرافدين. والموضوع الأزمة السياسية المستمرة في العراق منذ 2003 ولحد الآن لم يتغير شيء، تغير الوجوه والسياسات في انحدار وفي تردي مستمر. كل أمة تلعب الساعات والوقت الدقيق لحكومات خلال لاحقا، لأنهم كل يتهم صاحبه بالفساد وهم كلهم مشتركون في هذا الوصف وكلهم صادقون في هذه النقطة. قضية إلغاء القرارات، أي القرارات التي كانت في صالح الشعب العراقي سواء كانت من عادل عبد المهدي أو من المالكي أو من حيدر العبادي، وهم كلهم يدورون في نفس الفلسفة. وبالتالي هذا الاستعراض يقوم به كل رئيس حكومة جديد، يتهم الحكومة التي تسبقه بالتقصير ومن ثم يدور في فلك التقصير. وأعتقد أنه فرصة عادل عبد المهدي في مستقبل وقادم الأيام سوف تكون أسوأ من سابقاتها، لأنه كما أشرتم في تقريركم الكريم بأنه تغول الميليشيات سوف يكون هو الفيصل في العراق، والفساد هو سمة من سمات هذه الحكومة وسمة من سمات الأحزاب التي سلطت على رقاب الشعب العراقي. لم تقدم شيئا، نهبت أموال العراق، سربت معظمها إلى إيران وإلى دول أخرى وإلى الخارج. الأموال المنهوبة والمسلوبة من العراق رسميا حسب التقارير الرسمية التي تبلغ من هنا وهناك بحدود 1015 مليار إلى حد ما قبل الانتخابات العام الماضي. دكتور هلال، قرارات العبادي التي يعني ألغيت بهذا الشكل إلى أي مدى ستؤثر على الصراع الجاري حاليا لاختيار الحقائب الوزارية الباقية؟ الصراعات بين الكتل والأحزاب هي صراعات لتحقيق مصالح خارجية وليست تحقيق مصالح ذاتية يعني آنية، لأن المتحكم في الملف العراقي هو الجانب الإيراني وهناك إيرادات أخرى تتصارع مع هذا الخط. فبالتالي الإيران تريد سيطرة الميليشيات بالكامل على كل العراق ومن خلال الوزارتين الرئيسيتين الداخلية والدفاع وما يتصل بهم الأجهزة الأمنية. وهذا هو الإصرار على ترشيح الفياض لهذا المنصب والذين يدفعون بهذا الاتجاه، والكل راضخون للإرادة الإيرانية. تتقاطع هذه الإرادة مع إرادة أمريكية تتعارض نوعا ما مع هذا التوجه. دكتور هلال، يعني هل هناك مشكلة في استلام الفياض وزارة الداخلية أم أن هناك مشاكل معينة يمكن أن تحل باستلامه وزارة أخرى؟ والحقيقة الملف الأمني يهم إيران أكثر مما يهم العراق بالوقت الحاضر، وهذه الوزارة هي كل الوزارات التي تحقق الطموح الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق يجب أن لا تخرج عن السيطرة الإيرانية. هذا الكلام هو الفيصل، أما ما يطرح من الأسماء والمسميات لا تشكل لإيران شيء بقدر ما تشكل من الذي سيخدم الهدف الإيراني في العراق أكثر، وهم يتسابقون على هذا. هناك الكثير دكتور هلال، الكثير من منظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان يعني دانت الميليشيات التي ارتكبت جرائم بحق الإنسانية في العراق، لماذا من وجهة نظرك لم يعترض أحد على ماضي الفياض الذي يعتبر يعني قيادي ميليشياوي متهم بجرائم حرب؟ نحن نعلم أن كل الذين قادوا هذه المرحلة أو يقودون هذه المرحلة أنه هلاك العراق وتدمير العراق هم مجرمون، والفياض على رأسهم، والميليشيات هي شكلت وجرائمها معروفة. ولكن من الذي يعترض عليها؟ يعترض عليها البرلمانيين الذين يجرون في سلك إيران. أعتقد هذا الكلام حقيقة، أو المجتمع الدولي الذي ساند الميليشيات وسلحها. نحن حقيقة الهدف تدمير العراق سواء كان من الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني، وإلا فضائح الميليشيات
التقرير الأخير للأمم المتحدة بأنه 50,000 ضحية من المدنيين نتيجة جرائم الميليشيات وما يسمى بالهلالين التحرير المزعوم. هذا تقرير أممي، ليس التقرير جهة معارضة لهذه الحكومة، وإنما هي جزء من الداعمين لهذه الحكومة. إذن إذا كانت الحكومات دائما يعني قائمة على مبدأ المحاصصة منذ عام 2003 وحتى الآن، لماذا يعني هناك صدرت وعود من عبد المهدي بحكومة عابرة للمحاصصة إذا كان مرشح الوسط يعني أو مرشح أو عادل عبد المهدي أساسا بوعوده هذه هو يعني يطعن بالأسس التي قامت عليها الحكومة السابقة؟ وعادل عبد المهدي كيف جاء لهذا المنصب عبر المحاصصة؟ يعني الكلام حقيقة مضحك ومؤلم بنفس الوقت. كلهم يدعون أنه محاربة الفساد وهم فاسدون، عابر للطائفية وهم الأجندات الطائفية والمحاصصة الطائفية اللي أتت بهم. القضية قضية ضحك على الدخول وضحك على الشعب العراقي. كل ما يجري في هذه العملية السياسية هو مبني على باطل، والباطل هو المحاصصة الطائفية، يعني لا تظهر هنا، لا توجد في أي اختيار الوزارات أو المسؤوليات الكفاءة والشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في وضع مثل وضع العراق نحتاج أن تكون لو كان الأمر حقيقة خارج عن لباس الطائفية ولباس المحاصصة لكان الأجدر بهم أن ينتخبوا أو يستوزروا أناس بعيدين عن لبة الفساد التي هتكت البلاد منذ 2003 ولحد الآن، لكنهم يدورون بنفس الفلك، يقدمون فاسد ويؤخرون فاسد، وعلى أنها مداورة هذه النفايات النتنة التي أصبحت تذكر أنوف كل العراقيين في كل مكان. في إحدى المناسبات دكتور هلال، يعني إحدى المناسبات الرسمية مؤخرا، كثف المكتب الإعلامي لعادل عبد المهدي من نشر صور له وهو يقبل العلم العراقي ويقوم بجولات في العراق. يعني تقبيل العلم العراقي وهذه الجولات هل هي كافية لدى الشعب العراقي؟ ما مدى قناعة الشعب بأداء عادل عبد المهدي أو الأداء الذي سيكون؟ عليهم أن يقبلوا هذا العلم العراقي لأنه هو استخدموه كستار لسرقاتهم، ولا ننسى أنه كل هؤلاء الناس وأولهم عادل عبد المهدي متهم في جريمة سرقة معروفة في بنك الزوية. فإذا القضية الشعارات الإعلامية والتحايل الإعلامي وهذا الخداع المستمر للديمقراطية والحرية وما إلى ذلك، ونحن نشهد حقيقة بلد ينهار بشكل سريع، لا زراعة ولا صناعة، أصبحت هم المواطن العراقي هو ماء الشرب بعد أن كان دولة مهابة الجانب فيها صناعة وفيها زراعة وفيها أسس الدولة. الآن أين هي الدولة؟ المواطن البصري يخرج إلى الشوارع طلبا لماء الشرب، البطالة تقتل الشاب العراقي ولا يجد فرصة عمل، الأموال مسربة إلى الخارج، رؤوس الأموال لدى السياسيين والأحزاب وما غيره، والقائمة تطول بالمال المهرب إلى خارج العراق. هناك فساد أصبح علني، يعني إذا كانت القضية 13,000 فساد فيجب أن يفتح عادل عبد المهدي والمحاكم العراقية لكل مسؤول عراقي آلاف أو عشرات الفضائح الفساد المالي الذي أصبح سمة في كل دوائر الحكومة العراقية. شكرا لك دكتور، نشكرك شكرا جزيلا دكتور هلال الدنيمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من عمان.